لا كما قلت لك في الاول، الوعي ديال الانسان وبالنسبه لشي حوايج اللي ما كيديرهمش جامع كمجلس وكجامعه انزكان، ما كيديروش خدمتهم في بعض المناطق في مدينه انزكان، ولكن بالنسبه لل 50% كما قلت لك كترجع للوعي ديال الانسان. الانسان ما واعيش، حيت ما يمكنش الانسان دابا كاينين شحال ديال المناطق لا يقدر يقضي فيهم الاغراض ديالو وكيمشي كيبول مثلا حدا الحيوط، هذاك الشيء كيأثر على المدينه اول حاجه سياحيا، وثاني حاجه حتى الانسان كي تنقولوا كيلوث البيئه وكيمرض الانسان، حيت دابا كما كتشوف دابا كدوز في جنب الرحبه ديال هنا بالنسبه للرحبه كدوز كتشم واحد الريحه اللي هي كريهه بالنسبه للانسان، ما كيوعاش بهذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا كنتمناو من الناس ما يبقوش يعاودوه وما يبقوش يديروا بحال هذا الشيء هذا ويحافظوا على المدينه تاعهم، حيت الحاجه الوحيده باش تزدهر هذه المدينه كمدينه انزكان اللي هي عاصمه كنسميها عاصمه انزكان اللي هي مدينه كبيره وهزه واحد الكميه ديال السكان، تبقى مزدهره في شحال ديال المجالات. ومن الحوايج اللي خصهم يحيدوهم الناس هي التبول على كما كنقولوا على الجدران وزيد عليها كاين شي ناس اللي كنشوفوهم كيبولوا على الشجر، كاع الشجر اللي ما مزيانش تبول عليهم كيبول عليهم الانسان، وهذا الشيء هذه واحد الحاجه اللي كي تنقولوا حاجه سيئه ما خص الانسان ما خص كما كنقولوا الانسان يديرها، وهذا الشيء اللي غادي نقول. تقريبا العقلان ديالي انا تقريبا العقلان ديالي شي 36 عام هو كيف المهم كان معلوم بهذا الشيء الوسخ الوسخ هذا الوسخ هذا خصو يحيد هذا الشيء خصهم يديروا حل هذا الشيء ينزكان عندك المحطه وهذا تشيرة مكرفسة تشيرة شكون مرتاح ترتاح للريحة ديالك تاكل الانسان كياكل حداها انت كتشوف كياكل حداها تلقى كان ماشي معقول انت كتشوف هاد البول هاد خصهم يديروا بلا سياحية هادي ماشي سميتو تقول شي بلا شي مدينة المسؤولين يديروا الحل يديروا الناس فين يبولوا الشوارع انسان واحد فيه السكر ما قدرش يمشي 10 متر خصو يدير فين يبول يدوز داكشي مع الحار شوف الصويره كي دايره الصويره دايره فين كيبولوا